بالعيون نصحني، لذلك لما الطبيب المختص بالعيون نصحني بأن أدع العمل في تصحيح الساعات والقراءة والمطالعة لمدة 6 أشهر، صممت أن أتجاوب معه، لكن طبيعة عملي لا يسمح لي بأن أغلق الدكان، لأنه بيكون في ناس لهم ساعات والمواعيد يأخذوها، فلا بد من فتح الدكان لإما أسلم الساعات المنتهية أو أكمل الساعات التي أعطيت وعد لتصحيحها، ثم لا أستقبل ساعات من جديد. ولذلك أنا فتحت الدكان وجلست أنتظر الزبون من هؤلاء الزبائن، وبس مضى أسبوعين، يقول عنه بالشام بدأ الفار يتحرك فيه، زي تعبير سوريا يعني، بدأ الملل يتسرب إلي. شو بقول من جدراء 4 سنين حيطان فلون، لا قراءة ولا مطالعة ولا شغل ولا عمل. وكما يقال الحاجة أم الاختراع، بدأ العقد يشتغل ما يجود. فتذكرت أن في المكتب الظاهري رسالة للحافظ ابن أبي الدنيا اسمها ذم الملاهي، وكنت أتمنى لو يتاح في نشرها ثم تحقيقها والتعليق عليها ونشرها، لما رأيت يعني التفات الناس واهتمامهم بالملاهي ولا تقترب وعدم مبالاتهم بحرمتها. فتذكرت هذه الرسالة فقلت في نفسي ما دام أنت الآن في دورة استراحة أكلف الخطاط فلان اللي هو كان يجلس أحيانا في المكتب الظاهري، خليه ينسخ لك الرسالة المخطوطة، وأنت بيكون مضى يعني زمن استرحت فيه، تبدأ شوي شوي بتقالش في البحث والتحقيق. فعلا لما قررت هذا ذهبت المكتب الظاهري واستخرجت الرسالة المخطوطة، هي في مجموع المكتب الظاهري قسم يسمى بالمجاميع، الكتب المطبوعة ترتب على العلوم، الحديث، التفسير، الفقه، التاريخ، السيرة إلى آخره، وهكذا أيضا المخطوطات مقسومة هذه الأقسام. لكن يشذ عن هذا التقسيم قسم سموه المجاميع، وهي عبارة عن مجلدات جمعت من الرسائل مختلفة المواضيع والورق والقياس والخط مجموع. فبتلاقي رسالة مثلا قد الكف، بتلاقي بجانبها رسالة أكبر، في وراء أصفر، في وراء أخضر، في أحمر، إلى آخره، كشكول يعني اسمه مجموع. يوجد في المكتب الظاهرية أكثر من 150 مجموعة فقط، هذه عنوان المجاميع. فطلعت الرسالة في مجموعة من المجاميع وعطيتها للحفاظ وقلت له من هون لهون تنسخ لي الرسالة هذه، ما يكفي عبارة عن كراس يعني 20 ورقة. وطرف الرسالة عنده يبدأ النسخ ورجعت الدكان. بعد أيام من بدأ بالعمل بيجي لعندي بيقول لي أن الرسالة بدأ فيها نقص، كان وصل للوسط ففي الوسط في نقص. رحت على المكتب الظاهرية درست الرسالة فعلا فيها نقص. إذا متابع النسخ نشوف شو الله عز وجل بيخلي. خلصت الرسالة، المضى طبعا في الشهرين لكن ما عليك بالضبط. بدأت أنا بأرجع لإيش؟ لعاتي، وما استطعت نفذ المسافة كلها لوضع لي طبيب 6 أشهر يعني.
صرت أفكر بهالورقة الضايعة وين سكنت. يمكن كيف بحدث نفسي بنفسي باعتبار انه الرسائل كانت رسائل اجوا بعض الناس قديما جمعوها ليحفظوها فجمعوها في مجلد او في مجلدات. ويمكن المجلد رجل يعني متسبب صاحب مهنه صنعه ما هو عالم ولا عنده الاهتمام بحفظ الكنز هذا الثمين. يمكن في اثناء التجديد سقطت ورقه ما بال فيها ما رفعها او رفعها حطها في ايش في مجموعه ثانيه. فاذا شو الاعمال؟ لابد ما تدرس 150 مجلد تطلبهم الرسائل تشوف فيها يمكن تلاقي الورقه المفروضه في مجموع اخر. وهكذا انفتح امامي تفتيش ما كان في خاطري اطلاقا. والقصه طويله ما لنا فيها. خلصت من 150 مجلد وزياده وما حصلت الورقه المفقوده. لعله بقى موجود في قسم الحديث لعله. المهم اتيت على المخطوطات الموجوده في المكتبه الظاهريه وهي اكثر من 10,000 مخطوطه. عانك الله شيخ. وربنا عز وجل يسر لي الطريق لانه النظام المتبع في المكاتب كلها بتقدم استماره بسموها يعني ورقه بتملي الفراغات تبعها بتحط اسمك تاريخ الطلب تبعته للمدير المسؤول او مراقب هذا في دوره بيعطي للموظف اللي بيجي بالكتب تاخذ وقت يعني. ربنا عز وجل انا مهدي سبيل صرت ادخل المكتبه كلها حط السلم واخذ الكتاب وادرس وانا السلم لانه شو دراسه قلب صفحات يعني. وبهذه الطريقه مريت على كل الكتب. لكن هون بقى تفتح معي قضيه ثانيه صرت اكتب اسماء الكتب اللي تمر في أثناء التفتيش هذا. خلصت من هال10,000 وما وجدت الدار المنشودة. في عندهم بيسموهن الدست يعني خزائن ملقى فيها أنواع من الأوراق من الكتب المخطوطة ضائعة وحاطينها كتراث يعني بيحفظوا عليه. قلت للموظف أرجوك أنك تقدمني وين هذه الأوراق. فصرت وأنا أقلب الأوراق هون الشاهد فوجدت هناك رسائل بكاملها منحوش هناك ومش مذكورة في الدار تبع المكتبة. وأعظم شيء وجدته في الرأس هذا في عندنا في المكتبة الظاهرية نسختين من كتاب مسند الشهاب القضاعي وكلتا النسختين ناقصة. واحدة خط عادي وأخرى خط مغربي جميل جدا جدا ومخدوم من علماء الحديث وفيه هوامش مكتوب بخط أحد الحفاظ ضعيف موضوع وهكذا أشياء. النسخة المغربية موجودة في المكتبة الظاهرية ناقص الكراس الأول ولأنه الكراس الأول ناقص مش معروف الكتاب شو هو. بينما النسخة الثانية اللي بخط مشرقي معروفة لأنه كاملة في أولها ناقص في وسطها. وإذا أنا بجد الكراس المتمم بالنسخة المغربية الموجودة عندهم مش معروفة إلا جزء ناقص الأول في الحديث لأنه أسانيد وأحاديث. أما شو هو الكتاب ما بيعرفه. وإذا أنا أجد الكراس المتمم الكتاب بتمامه كاملة فأجيت لعند المدير المسؤول عن المخطوطات قلت له تفضل هاي الكتاب اللي عندكم وهي اسمه كتاب جزء في الحديث وهي كمالته مسند الشهاب خط يمين جدا مغربي. قال التاريخ وبيان الواقع كتب استخرجه من الدست محمد ناصر الله. اجى دور بقى صاحبنا حمدي هذا الشرف عبد المجيد الله وفقه واخذ صور منها وقال لك ما سمعت صاحبنا لشعيب
من الحقد والحسد كما سمي الاسم هذا. هذا جهد لو كلف موظفون وعطوا معاشات رتيبة ما بيقوموا بهذا العمل إطلاقا. لكن إنسان ربنا عز وجل يعني يسر له هذا العمل وفطره على يعني نشاط ورغبة ملحة أوجد أشياء كانت مفقودة في المكتبة الظاهرية مش موجودة في الفهارس. ولا حمدا ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والحمد لله. بيجي هذا الإنسان بغار فبيمحي هذا الشيء. شو بيجي يا ترى من هذا الشيء سوى الحفظ الدفينة بتمص على الحق مع الأسف الحديد بتمص على الحق وما بتمص عليه سوى هذا سوى هذا أنا ما شاء الله فضل بسم الله فضل. إذا تلتقى محمود في هذا أسهل لك خلص من الصلاة فما بدنا شو نقول تقبل الله هذا أساسا من السنة نقل السلام على الجميع ونسلم عليهم بس طيب شيء جزاك الله أستاذ عبد الجوز واحد يقول السلام عليكم هذا أنا وفيق وعمل قال تعبان جاي تعبان مش قادر هذا السلام عليكم يعني هذا زي الرشاش اللي برش على المجموعة كلها أهلا شيخ مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله قرر. فضل سيد مراد. أهلا وسهلا.